من أشعار أو من شعر الجاهليين والإسلاميين، لكنه في الحقيقة من حيث بدأ التأليف يختلف كثيرا عن كتاب طبقات فحول الشعراء. في الحقيقة نعلم أن ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء هو في الحقيقة عالم باللغة، ألف كتابه بغرض الاحتجاج بأشعار هؤلاء الشعراء في الغريب وفي النحو وفي كتاب الله عز وجل، هذا من حيث المقصدية. ثم إن ابن سلاء أو إن ابن قتيبة لم يتبنى فكرة الطبقات ولا فكرة الفحولة ولا أقام عرضه لهذه الأشعار على أساس من المفاضلة بين هؤلاء، وإنما يعني جمعهم وذكر سيرة. فالأولى أن يعد كتاب الشعر والشعراء بدرة لكتب السير والتراجم، لا أن يكون ماذا كتابا في المفاضلة بين الشعراء وإنزالهم طبقات ومنازل كما فعل ابن سلاء. الآن استطعنا إلى في هذه المرحلة أن نضع اليد على مجموع النقاط أو مجموع المقاصد أقصد والأهداف التي أرادها ابن سلام أو أراد ابن سلام بلوغها من خلال تأليف كتابه طبقة فحول الشعراء. ونريد الآن أن ننتقل بحسب المنهج الذي سطرناه إلى كتب أخرى جاءت ما بعد ابن سلام، تعرضت إلى بعض القضايا التي تعرض إليها ابن سلام. يمكن ها هنا أن نتدرج في عرض هذه الكتب، يمكننا أن نقف عند كتاب البيان والتبيين، ولكننا لن نقف عنده ليس إنقاصا في قيمته العلمية ولا في وزنه العلمي، ولكن نريد فقط أن نختار ملتقيات من الكتب النقدية التي تعد متخصصة في هذا الباب، ككتاب عياري الشعر لابن طباطبا العلوي، كتاب عياري الشعر لابن طباطبا العلوي، وكتاب نقد الشعر لقدامة جعفر. وبالانتهاء من كتب الطبقات وما اشتملت عليه وما أثارته من قضايا شكلت فيما بعد نواة لمؤلفات جديدة ككتاب عياري الشعر لابن طباطبا العلوي وكتاب نقد الشعر لقدامة ابن جعفر. إذا انطلاقا من هذه الكتب سوف نحاول أن نعالج أهم القضايا التي أثارها الكتاب، كقضية الانتحار مثلا التي أدت إلى نشوء قضية السرقات الأدبية وغيرها من القضايا، كقضية مفهوم الشعر وإن كان ابن سلام قد أثارها، وقضية ثقافة الناقد، وقضايا أخرى كقضية اللفظ والمعنى، قضية عمودي الشعر وغيرها من القضايا، قضية مثلا الصدق الشعري وغيرها من القضايا التي كنا قد كلفنا كل طالب بالبحث في شكل أوراق بحثية بالبحث في هذه القضايا. إذا في محاضرة أخرى لاحقة إن شاء الله سوف نقف عند كتاب عيار الشعر وما اشتمل عليه من قضايا، ونحاول أن نعالج أيضا ما اشتمل عليه كتاب نقد الشعر، لكي نقف في مرحلة لاحقة بإذن الله عند نقاد القرن الخامس وإسهاماتهم النقدية، وقوفا عند قضية الإعجاز القرآني وقضية نظم وقضية النظم. إذن إلى هنا نستودعكم الله ونتمنى لكم بقية وقت طيب مبارك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.